التعاون في المنطقة العربية الحقيقة بدأ من 2004 2005 أنا على ما أذكر. طبعا التنسيق في البداية لم يكن تنسيق وفق رؤية استراتيجية أو وفق مشروع مشترك أو وفق برنامج مشترك أو تحت عنوان سياسي مشترك، لا، كان تنسيق أكثر منه يعني حماية لبعض. يعني فلما تقوم السلطات في مصر بإيقاف مناضلين شباب، فإحنا في تونس نحتج أمام السفارة المصرية، وهذا في جزء منه قاموا به شباب مدونين، وقاموا به شباب مناضلين في تيارات سياسية وإيديولوجية متقاربة مع الوضع في مصر أو في المغرب، أو مع ناشطين في الاتحاد العام للاتحاد الوطني لطلبة المغرب مع الاتحاد العام لطلبة تونس. فكانت هذه بدايات عمليات تشبيك. بعد الثورة تطورت أكثر وارتفعت أكثر، وعندما انتقلت الاحتجاجات إلى ليبيا ومصر مثلا في 2011، احنا كشباب التونسيين كنا في تواصل مباشر مع الليبيين والمصريين، حتى في كيفية التصدي لتعامل الأمن معهم، حتى في تفاصيل يعني كيفية التصدي لقنابل الغاز، في كيفية الإعلان على الإيقافات، في ماذا تفعل في حالة الإيقاف، في نشر صور الموقوفين، في الدعاية لهم. انتقلت احتجاجات إلى اليمن وسوريا نفس الشيء في 2011. أذكر بأنه تشكلت نواتات للقاءات أولى، صارت لقاءات على الفيسبوك، ثم صارت لقاءات على الأرض. صار اجتماع في القاهرة في شهر أبريل 2011 بين شباب من البحرين، من اليمن، من تونس، من المغرب، من مصر. كان لقاء ممتاز وتطورت العلاقة وصغنا حتى بيانات مشتركة. صار لقاء ثاني أيضا في القاهرة. القاهرة لماذا القاهرة؟ لأن هي الأقرب للجميع، يعني لأنه نستطيع من المغرب العربي نروح للقاهرة، مسافة ليست بعيدة، ومن الشرق يأتوني إلى القاهرة. صار لقاءات في صار لقاء في تونس مع شباب فلسطينيين، كان عدد كبير، معناها مع شباب فلسطينيين في المهجر، جيل فلسطين اللي كانوا موجودين في باريس، وهم نظموا عملية قدوم الكثير من الناشطين في المنطقة العربية. صارت محاولات مستقلة غير مرتبطة، ولكن عاشت صعوبات مادية خاصة بالأساس أثرت في استمرارية هذه اللقاءات، لكن العلاقات ما زالت مستمرة وما زالت موجودة، والتعاون موجود ولكن بطريقة غير رسمية وبطريقة غير معلنة وبطريقة غير منظمة. وربما هذا سر من أسرار أهمية هذه العلاقات، لأنه لو نعمل منظمة تجمع كل هؤلاء ربما تفشل، ربما تتحول إلى بيروقراطية، ربما يتحول فيها قائدها إلى زعيم. لكن أن تبقى هذه العلاقات مبثوثة وأفقية وغير مرئية حتى لا يصل قمعها، أيضا هذا أمر مهم. لكن هناك وعي وشعور عربي بأن شعار الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، رفع في تونس، في القاهرة، في صنعاء، في المنامة، في دمشق، وكأن هناك قضية عربية واحدة.